رجعنا معكم في لو 17 موصلين معكم رافقينكم حتى الثمانية على إكسبريس اف ام. ضيفتنا مدام إمنا الشرفي ريسبونسابل دو لاكسيون كولتوريل الاليانس فرونسيز دو تونس. نحكيو على ان ايفينمون اللي اكتشفناه في شهر اكتوبر، كانت الدورة الأولى من لو فيستيفال دو لومور فرانكوفون. الدورة الثانية تصير أيام 16 و17 مارس في كل من قاعة الريو وقاعة الكوليزي، والدورة الثانية خلينا نقولوا معناتها فيها إلابوغي أكثر من الدورة الأولى، وتو نكتشفوا علاش، على خاطر فما دي ماستر كلاس، على خاطر فما لو كونكور جون تالون اوبجيكتيف مونتخو. هذا الكل باش نحكيو فيه مع ضيفتي مدام إمنا شرفي. مرحبا، اهلا وسهلا. ميرسي، يعيشك، شكرا لك على وجودك بحضينا. معاك كنا اكتشفنا الدورة الأولى، وهو باش نكتشفوا شو فما جديد في هالدوزيام إديسيون. قبل كل شيء هيت بريفمون نعطيو فكرة على الأليانس فرانسيز دو تونس قبل ما نحكيو على لو فيستيفال. الأليانس فرانسيز دو تونس هي جمعية محلية لكن تنتمي لريزو مونديال كبير فيه 840 جمعية أخرى اللي نخدموا كلنا تحت نفس المبادئ ونفس الشرط. دونك فما لا فونداسيون دي زاليونس فرونسيز اللي هي تلمنا الكل، لكن الجمعيات كلهم محليين. والعمل نتاعنا اون ترافاي سور تخوا اكس. الاكس الاول هو تعليم اللغه الفرنسويه من عمر 5 سنين حتى لاج ادولت، فرنسويه سبيسيفيك مع سور اوبجيكتيف سبيسيفيك. وعندنا الاكس الثاني هو لي سيرتيفيكاسيون دو لونغ اللي برشا يعرفوهم ومطلوبين خاصة في الدوسيات الهجرة، وإلا اللي باش يمشي يقرا في فرنسا ولا في البلدان الفرنكوفونية. دونك هذوما معناتها لاليونس فرونسيز عندها لاغريمون باش تعدي لي تيست هذوما، ومعناتها تي سي اف، تيف، دالف، دالف، هذوما الكل احنا نعديوهم. وفما لو فولي كولتوريل. اي بيان سور لو فولي كولتوريل اللي هو مهم معناتها برشا في الاليونس دو تونس، واللي معناتها احنا ننظموا برشا تظاهرات فنيه، عروض موسيقى، خاصه عروض ولا انشطه معناتها عندهم علاقه بالليتيراتور. هذا يكون مع الاي اف تي، مع الانستيتيو فرونسي دو تونيزي، ولا مش بالضروره؟ والله مش بالضروره، معناتها احنا نخدموا اكثر على معناتها اون شيرش بلوس لانتركولتوراليتي اي لو ليان افيك لو لوكال. بيان سور، وديما معناتها الفرنكوفونيه واللغه الفرنسويه هي الهدف انه باش نتعلموها ولا بور لا بروموفوار هذيا. ومعناتها الى جانب التظاهرات هذيا عندنا المهرجانات، عندنا في العام 4 مهرجانات منهم مهرجان نورمال انت. تري بيان، جوستومون هاو هذيا انتروديكسيون هايله. نورمال انت وقرن فلفل، اعطيني فكره على ليدي دو فيستيفال، دونك لو فيستيفال دو لومور فرانكوفون، على قرن الفلفل، على نورمال انت لو سلوغان تاع لو فيستيفال هذيا. ونحس اون ريكوني ولا اون روتروف شويه هكا التوزويزه التونسيه والتحرحيره التونسيه. فكره الفيستيفال بدات عندها عامين، اكثر شويه من عامين، انه حبينا اترافير الذمار، الذمار مش كان الضحك، راهو الذمار ماهوش الضحك بالضبط، الذمار هو اكس سوبتيليتي معناتها الفيانه، الذمار الفرنكوفوني. معناتها حبينا نظهروا اللي ميم سي لي زارتيست والا الفنانين الكوميديين يحكيوا بنفس اللغه اللي هي اللغه الفرنسيه، الضمار ماهوش هو نفسه، والضمار من السنغال ماهوش الضمار البلجيكي، ماهوش الضمار التونسي، ماهوش الضمار الفرنساوي، ميم سي اون بارلو لي ستاندارد هذوما كلهم باللغه الفرنسويه. حبينا نظهروا كيفاش لا ديفيرسيتي دي كولتور، معناتها التنوع هذايا في الثقافات يعطينا ضمار مختلف. علاش نورمال انت وعلاش قرن فلفل هذايا الشعار و سي سكون روتروف اون بروميي ليو بالاحمر في الافيش؟ نورمال انت حبينا زادا نظهروا اترافيغ اختيار الاسم هذايا انه اللغه الفرنسويه دخلت في الدرجة التونسية. كلمة نورمال ولات كلمة عادية جدا، بريسك معناتها كنت تقول لواحد راهي كلمة نورمال كلمة فرنسوية يقول لك ابو، فهمت؟ دونك حبينا اون في معناتها سو رابروشمون سو جو سور اللغة، انها معناتها اللغة زادة دخلت في الثقافة، ودونك اخترنا الاسم نورمال انت، وفيه تساؤل وفيه معناتها شويه ضمار وكل. دونك عندنا معناتها مهرجاناتنا الكل اسم نتاعهم هكا معناتها بين اللغه الفرنسويه واللغه والدارجه التونسيه اللي هي معناتها ولات حاجه عاديه. دونك نورمال انت هو المهرجان.
مهرجان الذمار الفرنكوفوني وقرن الفلفل. حبينا المهرجان يكون مفلفل ومحرحر وهكا فيه الروح متاع الذمار التونسي شوية، لكن فما قصة كاملة مع الفلفل على خاطر الفلفل السكوتشي هذايا اللي مضروب بالسكوتش الجري هو سي اون ريفيرونس ا اون اوفر تري كونو لا بانان سكوتشي، والاوفر هذه اسمها لو كوميديان، والفنان اللي عملها حب يظهر انه معناتها فما انابيراسيون في الفن وفي الفنون، وقال انا مش اللوحه نتاعي ولا العمل الفني نتاعي بانان سكوتشي، ومالغري البروتيستاسيون نتاعو لقات برشا سكسي البنانه هذيك، وتباعت برشا مرات مئات الالاف من الدولارات. دونك احنا قلنا الاليانس فرانسيز دو تونس حبت ان تكون الثقافه اكسيسيبل لتوس، لا كولتور بور اون كولتور اكسيسيبل لتوس، واخترنا احنا نفس المبدا نفس لو برانسيب، واخترنا قرن الفلفل اللي هي حاجه معناتها تونسيه وقريبه لينا. مدام منا حكيت لنا على الاليانس فرانسيز دو تونس، حكيت لنا على لو فيستيفال، على ليدنتيتي نتاعو، خليني نسالك علاش زوز دورات في اقل من عام. دوك اكتشفنا المهرجان هذايا وكنت جيت بحضينا وحكينا عليه في شهر اكتوبر، توا نحكيو على دو دات ولو فيستيفال في دورته الثانيه في مارس. معناتها هي حاجه باهيه على خاطر احنا سي تو سكون فو فينالمون انه تكون الساحه الثقافيه معناتها فيها ديناميكيه وغيره، لكن سي كومام ايتونون انه مهرجان يصير مرتين في عام. هو الشركاء بتاعنا في المهرجان هذايا هو حبينا معناتها ما حكيت لك اللي الذمار اللي باش يمثلوه هو ذمار معناتها من البلدان الفرنكوفونيه، وكل عام في الدوره معناتها يكون الدعم معناتها ولو سوتيان من سفارات فرنكوفونيه. دونك بالنسبه للدوره الفايته والدوره هذه كذلك، الشركاء نتاعنا بالنسبه للدوره هذه هما لا ديليغاسيون والوني بروكسل اللي هي تمثل بلجيكيا، سفارة سويسرا، و لو مونترو كوميدي فيستيفال اللي هو زادا سي ان تري غران فيستيفال سويسري. دونك حبينا معناتها باش تظهر الخدمة على الفرنكوفونية حبينا انه يكون مهرجان في شهر الفرنكوفونية اللي هو شهر مارس. عملناه اون سي لانسي، عملناه في اكتوبر. كانت دورة تجريبية، نجم نقولوا دورة تجريبية على خاطر معناتها واتونا ظروف صعيبة مع الكورونا، والكل كل مرة تتوخر، قلنا ما عادش نزيدوا نوخروا، خلي اون سي لانس اون اكتوبر، وهكايا معناتها رجعت الحياة الثقافية نتاع الشتاء وكل، ومن هوني وغادي باش يولي في شهر الفرنكوفونية اللي هو شهر مارس. الموعد باش يولي بصفة معناتها منتظمة كل شهر مارس باش يكون موعد مع لو فيستيفال دو ليمور فرانكوفون. هي تنطيو فكرة على برنامج زوز سهرات، على لي ماستر كلاس هذا كيف كيف، ولو كونكور هذاك أبارها باش نحكيو عليه وحده. الفيستيفال احنا لي فيستيفال نتاعنا الكل فيهم معناتها لو كوتي دابرونتيساج، سوتونيغ لي جونز ارتيست، اي لو سبيكتاكل ولا لو كونكور. دونك بالنسبة للنورمال انتي سناء زدنا لو كونكور اللي هو حاجه معناتها نبداو بالكونكور كيما تحب، على خاطر لو كونكور فينالمون هي فرصه معناتها كبيره برشا. معناتها كي قلت انت لو بريستيجو مونترو كوميدي فيستيفال سي انور، معناتها كيفاش صارت الخدمه على الكونكور هذايا؟ اسكو معناتها انتوما فوز افي روبيري دي جون تالون، ولا هما سجلوا شكون باش يختار لو غانيون؟ وقتاش باش يتم الاعلان على لو غانيون؟ لو غانيون شنو باش يربح؟ Le Montreux Comedy Festival est un partenaire important pour le festival interne. Le volet technique et artistique. Donc, il est le monasque le Montreux Comedy Festival, c'est le plus grand festival de l'humour et du stand-up francophone. واللي هو في سويسرا، لكن معناتها منتشر في العالم الكل ويلوج على معناتها لي زارتيست الكل في العالم الكل. دونك احنا كانت لنا الفرصه باش معناتها تعرفنا عليهم وعجبتهم فكرتنا اللي هي معناتها الغجوا ان بو لو برانسيب نتاع ستاند اب نتاعهم، وقالوا باش نعاونوكم خاصه على الفولي تكنيك، واقترحنا مع بعضنا انه بما ان احنا اون فو سوتونيغ لي جون
talent, stand-upper. نعرفوا اللي في تونس فما كلك stand-upper مي مش بالفرنسي. معناتها الأكثر اللي stand-upper يخدموا بالتونسي ولا بالعربي ولا. قلنا علاش ما on lance pas ce on est à la recherche de jeunes talents. Donc عملنا un appel à talents وعملنا un casting. Donc الكاستينغ شاركوا فيه تقريبا 30 هيوموريست جون. المجال كان مفتوح للتوانسة والا لي ريزيدون في تونس، معناتها التوانسة حتى في الخارج والا لي ريزيدون في تونس. دونك كانت مشاركه مهمه 30 ستاند ابور باش يجيو وباش يخدموا خدمه وبالفرنسي. احنا كنا متخوفين شويه خاطر نعرفوا فما هكا شويه معناتها لو فرونسي ان بو ان روتري لي جون ما عادش يحكيو برشا معناتها يخيروا لونجلي ولا الدارجه. دونك قلنا ستان ديفي ومعناتها برشا ايزون جوي الجو معناتها وحضروا رواحهم بذمه الكاستينغ هذا. بالضبط كان جوري متكون من زوز اعضاء من مونترو كوميدي فيستيفال اللي جاوا للكاستينغ ومعاهم سي الحبيب الهادي اللي هو شريكنا من سينما لوريو. دونك ولو جوري اختار سبعة مواهب صاعدة، أنا ديما نسميهم مواهب صاعدة على خاطر ما حطيناش ليميداج. دونك ما خاطر ديما شباب شباب قلنا احنا المواهب الصاعدة كبيرة ولا صغيرة في العمر بو امبورت سي لومور اللي هو باش يجمعنا. وكانت دونك لو 26 فيفري عملنا الكاستينغ واختاروا الجوري سبعة مواهب صاعدة اللي هما باش يطلعوا في سهرية لو 16 مارس في الغيو. داكور هوني من السبعه هذوما باش يتم اختيار فائز. بالضبط شكون باش يختاروا الفائز هذا؟ بالضبط دونك فما جوري لو ميم جوري متكون من مونترو ومن سي الحبيب بلادي واللي هما باش يختاروا واحد ان غانيون. لو غانيون فا بوتيتر الي ا مونترو بوتيتر كيفاه؟ اي 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 دونك لو مونترو لو غانيون باش يربح باش يطلع سور لا سين بيان سور باش يطلع سور لا سين دو مونتر كوميدي فيستيفال. بيان سور il va être encadré معناتها لو طون كيل فو باش يكون حاضر. بيان سور خاطر معناتها نحكيو على مهرجان معناتها دان سارتان كاليبر دونك لازمو خدمه وتحضير. هذا دونك لو كونكور جون تالون اوبجيكتيف مونترو. نعطيو فكره على البروغرام على ايام 16 و17 شنو فما في برنامج المهرجان؟ دونك ايام نهار 16 دونك هي معناتها لو ستاند اب دونك السبعه مواهب هذوما كل واحد باش يطلع سيغ سين بوندون 5 مينوت يقدم الشو نتاعو. دونك اون 5 فوا 7 جون تالون وجو عليهم على الاخر معناتها فريمون اكتشفنا حاجات مزيانه برشا وباش ينشط السهره هذيا ويل فا فيغ لا ترانزيسيون الفامو لو نعرفش. برونو كوبان سي كيلكان ديكستراوردينير جا عمناول كان في السهره نتاع الدوره الاولى وقبل باش سنه معناتها هو اللي باش ياثر وباش يقدم وباش ينشط سهره لو 16. دونك برونو كوبان اللي هو بلجيكي وهو فنان كبير معناتها سي ان هيوموريست اكستراوردينير. دونك هو اللي باش ينشط سهره 16 اللي هي باش تكون في الريو من السبعه ونص. واضح سهره 17 سهره 17 باش تكون كيما نقولوا سهره النجوم. اللي دونك معناتها حب ديما في المهرجان فما معناتها النجوم معروفين معناتها من الموند دو ستاند اب فرانكوفون وبرشا من التوانسه يعرفوا ايمان الاحمر ماني ويز باش تكون سور لا سين دو كوليزي. دونك لا سواري دو 17 باش تكون في قاعه الكوليزي اللي هي وقع الرينوفاسيون تاعها وليت تهبل. مو جادور سيت سال فريمون تهبل سال الكوليزي. دونك عندنا النجوم اللي هما ميني ويز اللي هي نجمو نقولوا تمثل تونس وعندنا غايتون دالفيريير اللي هو كوميدي معروف وكاريرو معناتها نجمو نلوجو عليهم واحنا ديجا في الباج فيسبوك عدينا دي زيكستري. دونك غايتون دالفيريير اللي هو بلجيكي وكذلك الكسندر كوميناك برشا يعرفوه معروف كوميناك اللي هو سويسري. دونك باش يكون البانيل متنوع وان شاء الله سهريه ضحك للصباح. تري بيان هذا لو بروغرام مع هذا فما دي ماستر كلاس. بالطبع
بالطبيعة ديما احنا نحبوا في معناتها في المهرجانات نتاعنا يكون هذيك لا ترانسميسيون ولو بارتاج دونك عندنا دو ماستر كلاس واحدة باش تكون في كلية الآداب والفنون والإنسانيات في منوبة غدوة دونك وهي موجهة لطلبة الفرنسية وباش برونو كوبانس هو اللي ينشط لي ماستر كلاس هذوما وخاصة باش يخدم على كتابة الضحك في الأدب دونك ورشة تريز انتريسون وحبينا ننوعوا كذلك اتصلنا بالمسرح الوطني كيف كيف وبرونو باش ينشط بور ليكول دو كوميديان اللي هي معناتها فورماسيون في المسرح الوطني دونك الماستر كلاس هذايا اورينتي للطلبه هذوما كيف كيف كتابه الضحك للمسرح هذوما لي ماستر كلاس tout un programme بمناسبه هالفستيفال هذايا دو لومور فرانكوفون دونك الموعد الجاي مادام امنا نتقابلوا في مارس في مارس الجاي ان شاء الله بالنسبه للنورمال انتي غير نورمال انتي فما حاجه نجمو نحكيو عليها ورمضان جاي سيف بوتيت عندنا احنا لاني ماركي بار 4 فيستيفال لاليونس فرانسيز معناتها تنظم في العام اربع مهرجانات اللي هما باش يوليو المارك العام معناها دونك مارس عندنا نورمال انتي في جويلي عندنا البارك ليك هو مهرجان فنون وعروض في حديقة البلفدير والهدف أن نريكونسيليي معناتها نرجع الثقة بين التونسي سورتو سكان مدينة تونس حديقة البلفدير اللي برشا مشاكل مش ما نحكيش على حديقة الحيوانات نحكي أون تونك بارك دونك البارك ليك لو بارك أتوا دونك هذايا مهرجان في البارك في جويلي عندنا سبتمبر الدورة الثالثة نتاع سينيمانا اللي هو لي جورني سينيماتوغرافيك دو كور ميتراج وهذا زاد اورينتي جونيس وباش نقفلوا العام بلي جورني دو ليفر افريكا افريكتيب فوالا واضح دونك باش نعاودوا نتلاقاو ان شاء الله بوغ انونسي تو سي رانديفو كولتوريل احنا ما نجمو كي نفرحوا وقت اللي نراو اللي فما تظاهرات متنوعه كيف في البروغرام هذا حبيت معناتها نقول للمستمعين اللي يحبوا يحضروا ويشاركوا في بارابور للتذاكر فوالا دونك التذاكر عندنا دونك بالنسبه لسهريه 16 مارس اللي باش تكون في الريو التذاكر كل موجودين على ايزيتيك نجمو نشريوهم سينون في لي غيشي نتاع لو ريو والا الكوليزي والا في لاليونس فرانسيز دو تونس في المنزاسيس والاسعار في متناول الجميع دونك 15 دينار بالنسبه 15 دينار بالنسبه لسهره 16 و25 دينار بالنسبه لسهره 17 مارس اللي هي سوم فريمون معناتها اكسيسيبل على خاطر عندك ثلاثه قامات من لي ستاند ابور باش يكونوا في نفس السهره يعطيك الصحة مدام إمنا شرفي شكرا لك ميرسي اللي كنت معنا ريسبونسابل دو لاكسيون كولتوريل على الاليانس فرانسيز دو تونس ميرسي انكور دينا هكا فكرة على الدورة الثانية من لو فيستيفال دو لومور فرانكوفون اللي الموعد يكون 16 17 مارس في كل مقاعد ريو قاعد الكوليزي مشكورة ضيفتي كنت معنا